متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنجيب فيه عن سؤال: هل تزوج السلاطين العثمانيون من نساء عربيات؟ وهل من بين السلطانات العثمانيات من لها أصول عربية؟ لكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ونشره حتى تساهم في التعريف بالقناة. في بداية الدولة العثمانية كان السلاطين يتزوجون من أميرات تركيات وبلغاريات وبيزنطيات ومن مختلف الدول التي كانت لهم مصالح معها. كانت هذه الزيجات هي زيجات سياسية، إلا أنه وبعد امتداد الدولة العثمانية بدأ العصر الذي أصبحت فيه الجواري هن سلطانات الدولة العثمانية، حيث عزف السلاطين عن الزواج من الحرائر والأميرات وبدأوا في الزواج من جواريهم أو الاكتفاء بهن دون عقد زواج. والحقيقة فإنه لم تكن هنالك سلطانات عربية، وسبب ذلك أنه من قوانين الدولة العثمانية منع أسر النساء المسلمات وجلبهن إلى الحرم لك. فلذلك لم يكن يوجد في الحريم العثماني جوار تركيات أو عربيات، وكان مصدر كل المحظيات آنذاك من أوروبا ومن روسيا والبلدان غير المسلمة. وبهذه الطريقة سطعت نجوم سلطانات من هذه الدول، ليكون أغلب السلاطين العثمانيين يحملون جينات أوروبية أو روسية، ولتشبه ملامحهم أيضا سكان هذه المناطق. وبالتالي فإن سبب هذا بالأساس هو منع استرقاق النساء المسلمات. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو. أتمنى أن أكون قد أجبت على هذا السؤال، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.